بتكلفة لا تتجاوز 1000 دينار. هكذا قررت الإدارة المحلية في ديالى قبل أشهر تسعيرة ساحات الوقوف، إلا أن الواقع يبين زيادة 3 أضعاف السعر المحدد دون أي التزام بالقرارات الحكومية، إضافة إلى استغلال الطرق العامة من قبل البعض وتحويلها إلى ساحات وقوف للمركبات. هي أكثر الساحات تأخذ 3000 4000 دينار والدولة سعرتها ب 1000 دينار. وهسه أي واحد يجي يسوي يحط له زنجين وأوتاد وسوى له ساحة مال وقوف وقام ياخذ على 3000 4000 دينار. زين هي دور الحكومة وين هسه حاليا؟ تسعيرة الدولة وين صارت؟ يقول محللون أن بعض الأحزاب تقف خلف من يستولي على أغلب ساحات الوقوف في ديالى، وحتى الطرق العامة والحدائق تحولت إلى ساحات الغرض منها الربح بشكل غير قانوني، ليضطر الأهالي للمثول إلى إجراءات أصحابها المبتزة والتي لا تسمح للوقوف بأي مكان قريب دون دفع جباية. أي ساحة وقوف سيارات هسه أو أي رصيف أو أي شارع عام لا تتوقع يجي مواطن بسيط يأخذها. اللي ياخذوها واللي يسولوها واللي يخلوها ساحة وقوف سيارات ويجيبون هذول جهات متنفذة مسنودة من كتل سياسية. ولا تكتفي هذه الجهات والأشخاص بالتجاوز على الطرق وساحات الوقوف، بل تعدى الأمر إلى أصحاب المحال التجارية واستغلالهم للأرصفة والطرق دون أي محاسبة من الجهات المعنية التي تقف عاجزة في كل مرة عن مواجهة المتجاوزين. عندما تشاهد شوارع مدينة بعقوبة أصحاب المحلات كل من حاجز له قدام المحل مالته وخال كتل كونكريتية لو بعض الأشياء حاجزها أمامه، إضافة إلى أنه تجي تطبق يم محل معين تريد تشتري حاجة تتفاجأ أنه هي صايرة الساحة يجيبون منك 3000 دينار لو حتى 10 دقائق مثلا توقف سيارتك. وتستمر الجباية من الساحات الرسمية والغير الرسمية بمبالغ مضاعفة لصالح جهات متنفذة أو أشخاص لا يأبهون للقانون في محافظة ارتفعت فيها ثقافة التجاوز على حقوق المواطن. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.